اخوان شكرا على وجودكم معنا، ونحن فرحانين اليوم لانه نفتتح من جديد هذا المسرح، هذه المعلمه اللي عندها اهميه خاصه بالنسبه لساكنه مدينه الجديده، وبالطبع شي كاين خارط في استراتيجيه اللي كتقوم بها وزاره الشباب والثقافه والتواصل الموجهه لتقويه المجال ديال الصناعه الثقافيه، صناعه ثقافيه اللي من اجلها هناك استثمارات كبرى، ومنها يمكننا نخرجوا مجموعه ديال يعني المقاولات، مجموعه ديال المهن الجديده للشباب والشابات، خاصه في اطار الاشكاليات اللي كنعيشوها اليوم الاجتماعيه والاقتصاديه. نعتقد ان الصناعه الثقافيه عندها واحد الدور اللي يمكن لها تلعبوا باش تخلق مهن جايينه، باش تخلق يعني افاق جدد للشباب والشابات. لهذا اليوم اعتقد ان حان الوقت باش الشباب ديالنا، باش المغرب ياخذ حقه من في المجال ديال الصناعه الثقافيه اللي في مجموعه ديال الدول تفوت بكثير الصناعات الاخرى. شكرا. زملاء ديالكم هذا اليوم الافتتاحي غادي يبقى موشوم في الذاكره ديال كل المثقفين ديال المدينه الجديده والفنانيها والساكنه بصفه عامه. اكيد هو انجاز كبير جدا لوزاره الشباب والثقافه والتواصل بعد الشراكه اللي قامت بها مع المسؤولين المحليين، والحمد لله انه تمت اعاده هيكلته، تم اعاده اصلاحه، وصار مؤهل انه ان شاء الله تعالى يحتضن يعني مسرحيات في ظروف احترافيه خالصه، حكم انه تم الاشتغال على القاعه وعلى خشبه المسرح، تم اعاده اصلاح غرف الممثلين على مستوى الاناره، صارت تقنيه حديثه جدا، على مستوى الصوت ايضا. فان شاء الله تعالى غادي نشتغلوا مع الفعاليات الثقافيه والفنيه الجديده بصوره محليه، وكذلك على المستوى الوطني المسرحيات التي تكون قد استفادت من دعم او الترويج كل يعني الروافد المدعمه للاعمال الفنيه المسرحيه وطنيا. فغادي ان شاء الله تعالى نكون مؤهلين اننا نستدعيهم عندنا، ويستفدوا الساكنه ديال الجديده من المشاهده ديالها. كذلك هذا المسرح هي اشاره احب دائما ان اشير اليها، بحكم ان مسرح عفيفي شهد ميلادي الفني، يعني لما كنت كندرس يعني المرحله الثانويه هنا بقضي عياض السادسه ثانوي تقريبا 1991، فكان حصل لي شرف انني نكون ضمن فرقه مسرحيه تعتمد على مختلف طلبه ثانويين وكذلك رجال تعليم معلمين ينتمون الى مدرسه تكوين المعلمين، وقمنا بشجره الاجداد وهي ملحمه وطنيه. وبسنة اللي من وراها تقريبا 1992 شاركنا بمسرحيه اطفال البسوس باسم ثانويه القضائيه، دخلنا بها الاقصائيات ديال الاقليميه وخدينا الجائزه الكبرى، وحصلت على جائزه احسن ممثل، ومثلنا اقليم الجديده بالدوره الاولى للمسرح الثانوي بإعتازة، وهناك حرزنا على جائزه الانسجام الجماعي، وحصل لي شرف اني حصلت جائزه احسن ممثل كرئيس لجنه هو عبد الكريم برشيد، الاستاذ عبد الكريم برشيد. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.